احمد ربنا اني عرفت اجي اصلا. يلا قول مفيش وقت. مفيش وقت ايه؟ الوقت بيستنى الحبايب. الحبايب؟ قول بقى. اقول ايه؟ الحكايه. شفت ايه تحت الردم لما البيت وقع عليك؟ شفت. ها وبعدين؟ لما البيت وقع والدنيا ضلمت فجأة ما بقاش فيه لا نفس ولا صوت ولا نور، قلت أكيد أنا مت. فجأة لقيت نور شديد كأني واقف على باب الجنة، ووشي خارج من النور ده بيضحك لي وبيقول لي اطمن. ده كان وشي مين ده؟ كان وشك. بس أنا كنت لسه صغيرة يا بنتي. ما أنت زي القمر من وأنت صغيرة. طب واشمعنى أنا؟ مش عارف، بس من أول مرة شفتك فيه ولما الدنيا بتضيق بيا بغمض أشوف وشك أفرح وأنسى الهم. أنا هروح. وأنا أروح فين؟ تروح بيتك. أرجع غريب في الدنيا تاني؟ أنت بيتي والأمل يا أم. أنا برضو شفتك يوم الزلزال وأنت مع أصحابك قدام المدرسة ولمحتك وأنت بتبص عليا. بس انت كنت باصة بعيد ساعتها وانا روحت زعلان جدا على فكرة. لا ما انا بعرف اشوفك بطرف عيني، وشفتك تاني لما شركوا جابوك عندنا البيت. كده انا عرفت ان ربنا بيحبني، وعرفت كمان ليه ربنا نجاني من الموت. ليه؟ عشان عينك تبص عليا. اللي عينك تبص عليه بيعيش والموت يبعد عنه يا امل. معاك بنات في الكلية؟ كتير وكلهم وزز. طب انا ماشيه. بهزر. انا ما بشوفش غيرك يا امل. عارفه لما بعلق عن ايد النور بتملى الدنيا نور، بس لما بتطلع الشمس نورهم ما بيبقاش ليه لازمه. يروح فين نور الكهرباء من نور الشمس يا امل؟ طب الشمس قربت تروح والضلمه تيجي وانا لازم اروح. والشمس قبل ما تروح في حضن الليل لازم تدي السما بوسها، عشان كده السماء وشها بيحمر زي وشك كده بالظبط. طب انا لازم اروح، عشان لو ما مشيتش دلوقتي انا لازم امشي سلام. هتمشي تروحي فين؟ هتسيبيني لوحدي؟ انا يتيم. اللي بيطبطب على راسه اليتيم بيدخل الجنه. انا لازم اروح، سلام.